بنتلي بالكاش في الطاكس عند الدار بقيت مليح لما يحل عليا حطيت الراس على الباب وبقيت نفكر اللي كان مرضات وهي بنتلي بالكاش في الطاكس عند الدار يحل عليا طيت راسي على الباب بقيت نفكر اللي كان بردات وهي قتلي بالكاس شديت ماكسي عند الدار ويلي ويلي صريح لما يحل عليا طيت راسي على الباب بقيت نفكر اللي كان بردات وهي وهذه احلى تحيه نازل الطيب الصالح هي نفس الغروه هي عبدي لزيد هي يوسف العمراوي هي محمد الحسناوي يمكن يكون في بالها هي الخبر يمكن تكون تبغش بي ليا شعلت القارب وبقيت وحدي نهضر مدت الليل حتى اخوة الذكية بردات وهي قتلي بالكاس شديت ماكسي عند الدار ويلي ويلي احلامي حل عليا قلت راسي على الباب عقلي كان صحيح مردات وهي وهذه احلى تحيه ناس كازا اي عبد الكريم الخطابي تحيه اخويا منعم اي منعم السويدي وتحية الناس الغربة وجنرال كيفاش نقول أصحابي ندبح عندي المليح لكن ماشي ليا بغيت نوصل حسسها